السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، تلامذتي العزيزات، إذن في هذه الحصة سنشتغل على نموذج امتحان جهوي من أجل الاستعداد الجيد للامتحان الجهوي. إذن في مادة الفيزياء والكيمياء، فبنية الامتحان الجهوي تتضمن أسئلة معرفية وأسئلة في مجال التطبيق، ثم أيضا الوضعية المشكلة. فمثلا بالنسبة لهذه المستويات المهارية، نجد بأن أسئلة الاسترداد تنقط على 8 نقاط، بالنسبة لمجال التطبيق 8 نقاط، والوضعية المشكلة 4 نقاط. إذن بالنسبة لبنية هذا الامتحان، فهو يتوفر على 3 تمارين: التمرين الأول 7 نقاط، التمرين الثاني 9 نقاط، والتمرين الأخير عبارة عن وضعية مشكلة 4 نقاط. إذن التمرين الأول 7 نقاط. السؤال الأول يقول: املأ الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية: النيوتن، متسارعة، مسار، الجسم المرجعي، ثابتة، الديناموميتر. إذن هذا السؤال على 3 نقاط. إذن العبارة الأولى ألف: لوصف حركة أو سكون جسم ما يجب تحديد جسم صلب آخر يسمى. عبارة ثانية: تجسد المواضيع التي تمر منها نقطة من جسم متحرك، هذه النقطة خلال حركتها. جيم: نقيس شدة القوة بواسطة جهاز ووحدتها هي. دال: تكون الحركة منتظمة إذا كانت السرعة مع مرور الزمن، وتكون إذا تزايدت السرعة مع مرور الزمن. إذن بالنسبة للعبارة الأولى، إذن حالة الحركة والسكون لجسم ما، نقول بأنها دائما تتعلق بجسم آخر يسمى بالجسم المرجعي. إذن وبالتالي الإجابة على العبارة الأولى: لوصف حركة أو سكون جسم ما يجب تحديد جسم صلب آخر يسمى الجسم المرجعي. فمثلا كمثال: أنا في هذه الحالة في حالة سكون بالنسبة للصبورة. في حالة سكون بالنسبة للصبورة، بمعنى في هذه الحالة الجسم المرجعي المختار هو الصبورة. بالتالي إذن لا يمكن أن نقول أنا في حالة حركة أو في حالة سكون ثم نتوقف. إذن ينبغي أن نحدد بالنسبة لماذا، إذن بالنسبة لأي جسم. هذا الجسم هو الذي نسميه بالجسم المرجعي، وبالتالي نقول بأن الحركة والسكون هما مفهومان نسبيا لأنهما يتعلقان بالجسم المرجعي. ب: تجسد المواضيع التي تمر منها نقطة من جسم متحرك، مسار هذه النقطة خلال حركتها. إذن فجسم أثناء حركته بالنسبة لجسم مرجعي فهو يحتل مجموعة من المواضيع. إذن هذه المواضيع التي يحتلها فهي تشكل مسار هذا الجسم المتحرك. إذن بالنسبة للمسار هناك عدة أنواع، من بينها المسار المستقيمي، المسار المنحني، ثم المسار الدائري. جيم: نقيس شدة القوى بواسطة جهاز الديناموميتر ووحدتها هي نيوتن. إذن بالنسبة لشدة القوة فهي تقاس بواسطة جهاز الديناموميتر، ثم نعبر عنها في النظام العالمي للوحدات بنيوتن. دال: تكون الحركة منتظمة إذا كانت السرعة ثابتة مع مرور الزمن، وتكون متسارعة إذا تزايدت السرعة مع مرور الزمن. إذن في هذه العبارة نتحدث عن طبيعة الحركة. إذن بالنسبة لطبيعة الحركة نميز بين الحركة المنتظمة، ثم الحركة المتسارعة، ثم الحركة المتباطئة. إذن بالنسبة لطبيعة الحركة فهي تتعلق بتغير سرعة الجسم المتحرك خلال الزمن، أو تتعلق أيضا بتغير المسافات التي يقطعها الجسم المتحرك خلال نفس
المدة الزمنية. مثلا الحركة المنتظمة، نقول بأن جسم طبيعة حركته منتظمة إذا كانت سرعته ثابتة مع مرور الزمن، أو إذا كان الجسم يقطع مسافات متقايسة خلال نفس المدة الزمنية. ثم الحركة المتسارعة، عندما تتزايد السرعة مع مرور الزمن، أو عندما يقطع الجسم المتحرك مسافات تتزايد خلال نفس المدة الزمنية. وبالنسبة للحركة المتباطئة فهي عكس المتسارعة، عندما تكون السرعة تتناقص مع مرور الزمن، أو المسافات التي يقطعها الجسم المتحرك تتناقص خلال نفس المدة الزمنية. هنا وجب الإشارة إلى بعض الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ، وهي عدم التمييز بين أنواع الحركة وطبيعة الحركة. إذن بالنسبة لأنواع الحركة نتحدث عن نوعين، وهما حركة الإزاحة وحركة الدوران. أما بالنسبة لطبيعة الحركة فهي متسارعة منتظمة، وأيضا حركة اللي هي متباطئة. أيضا باش ملي نوجد واحد السؤال في حدد طبيعة حركة جسم، إذن الإجابة المحتملة هي واش حركة منتظمة أو متسارعة أو متباطئة. ملي كنوجد حدد نوع الحركة، يعني واش إزاحة أو دوران. إذن هذا بالنسبة للتمرين الأول، السؤال الأول، يعني ثلاثة نقاط، نصف نقطة لكل جواب صحيح. السؤال رقم جوج، أجب بصحيح أو خطأ عن العبارات التالية. العبارة الأولى، شدة وزن الجسم مقدار فيزيائي يتغير بدلالة المكان والارتفاع عن سطح الأرض. العبارة ب، نعبر عن مسافة التوقف بالعلاقة دي ا تساوي دي ار ناقص دي اف. دي ار مسافة رد الفعل، والدي اف مسافة الفورمولا. جيم، للتقليل من الطاقة الكهربائية المستهلكة يجب استعمال المصابيح الاقتصادية. دال، الوحدة العالمية لقياس القدرة الكهربائية هي الوات ساعة. ها، يتم قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة في المنزل بواسطة العداد الكهربائي. إذن بالنسبة للعبارة الأولى، شدة وزن الجسم مقدار يتغير حسب المكان والارتفاع عن سطح الأرض. إذن هذه العبارة عبارة صحيحة. لماذا؟ إذن بالنسبة لشدة الوزن، نعبر عن شدة وزن الجسم بالعلاقة P تساوي M في G. إذن بحيث P تمثل شدة وزن الجسم بالنيوتن، M كتلة هذا الجسم بالكيلوغرام، والجي شدة مجال التقالة بنيوتن على الكيلوغرام. نيوتن كيلوغرام موانزا. إذن هذا التعبير ديال شدة الوزن. بالنسبة للكتلة فهو مقدار ثابت، الكتلة مقدار ثابت لا يتعلق بالمكان والارتفاع عن سطح الأرض. بالنسبة لشدة مجال التقالة فهي مقدار يتغير حسب مقدار اللي هو متغير، مقدار متغير حسب المكان والارتفاع. مثلا شدة مجال التقالة على سطح القمر تساوي 1.6 نيوتن على كيلوغرام، وشدة مجال التقالة على سطح الأرض هي 9.8 نيوتن على كيلوغرام. باريزون، يعني ناخذ هذا القيم. إذن كنوجدوا بأن يعني على القمر شدة مجال التقالة 1.6 نيوتن على الكيلوغرام، وعلى الأرض شدة مجال التقالة هي 9.8 نيوتن على كيلوغرام. بمعنى هنا غيرنا المكان، بمعنى ملي كنغير المكان كتغير شدة مجال التقالة، وبالتالي تتغير شدة الوزن. إذن هذا حسب المكان. بالنسبة للارتفاع أيضا، فشدة مجال التقالة كلما زاد الارتفاع عن سطح الأرض إلا وتناقصت شدة التقالة، وبالتالي أيضا كلما زاد الارتفاع عن سطح الأرض إلا وتناقصت شدة وزن هذا الجسم، وبالتالي نقول بأن في هذه الحالة شدة وزن الجسم مقدار يتغير حسب المكان والارتفاع هي عبارة صحيحة. العبارة الثانية، نعبر عن مسافة التوقف بالعلاقة دي أ تساوي دي ار موان دي اف. دي ار ناقص دي اف. إذن هذه العبارة عبارة خاطئة. لماذا هذه العبارة عبارة خاطئة؟ إذن بالنسبة لمسافة التوقف، مسافة التوقف
هي المسافة التي يقطعها السائق منذ اللحظة التي يشعر فيها بوجود الخطر أمامه إلى لحظة التوقف. إذا السائق يقطع مسافة منذ لحظة رؤية الخطر، لحظة رؤية الخطر إلى لحظة التوقف، لحظة التوقف، فهو يقطع مسافة دئة تسمى بمسافة التوقف، لا ديستونس داري كان رمز لها بالدئة. إذن السائق عندما يلمح الخطر أمامه، إذن أول إجراء يقوم به السائق هو الضغط على الفرامل، بمعنى فهو يستغرق مدة زمنية منذ لحظة رؤية الخطر إلى لحظة بداية الفرملة، أي أنه يقطع مسافة تسمى بمسافة رد الفعل، وهي المسافة المقطوعة من لحظة رؤية الخطر إلى لحظة بداية الفرملة. لحظة بداية الفرملة هذه المسافة تسمى بمسافة رد الفعل اللي كان رمز لها بالدي ار، لا ديستونس دو رياكسيون. ثم عندما يضغط السائق على الفرامل فهو يقطع مسافة خلال عملية الكبح، وهي المسافة المقطوعة من بداية الفرملة إلى لحظة التوقف وتسمى بمسافة الفرملة ونرمز لها بالدي اف. إذا انطلاقا من هذه المعطيات نستنتج بأن الدي ا مسافة التوقف تساوي دي ار مسافة رد الفعل زائد دي اف مسافة الفرملة، وبالتالي هذه العبارة هنا عبارة اللي هي خاطئة، لأن مسافة التوقف دي ا تساوي دي ار بلس دي اف. جيم، للتقليل من الطاقة الكهربائية المستهلكة يجب استعمال المصابيح الاقتصادية. إذن هذه عبارة اللي هي صحيحة، لماذا؟ لأن من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة هو استبدال مصابيح التوهج بالمصابيح الاقتصادية، لأن المصابيح الاقتصادية تستهلك يعني قدرة كهربائية أقل أو طاقة كهربائية أقل نسبة إلى قدرتها الكهربائية يعني اللي كتكون صغيرة نسبيا. بالإضافة لهذا أن جودة الإضاءة تكون جيدة بالنسبة للمصابيح الاقتصادية عكس مصابيح التوهج اللي كتستهلك واحد الطاقة أكبر لأن عندها واحد القدرة كهربائية كبيرة. إذن بالتالي عبارة اللي هي صحيحة. دال، الوحدة العالمية لقياس القدرة الكهربائية هي الوات ساعة. إذن بالنسبة للقدرة الكهربائية فنعبر عنها بالوات وليس الوات ساعة، لأن الوات ساعة هي وحدة الطاقة، وبالتالي هذه العبارة عبارة خاطئة لأن الوحدة العالمية لقياس القدرة هي الوات. ها، يتم مقياس الطاقة المستهلكة في التركيب المنزلي بواسطة العداد الكهربائي. إذن عبارة اللي هي صحيحة، لأن الجهاز الذي يمكن من جمع وحساب الطاقة المستهلكة في تركيب منزلي هو العداد الكهربائي. إذن هنا نصف نقطة لكل جواب صحيح، وبالتالي السؤال على نقطة ونصف. السؤال رقم 3، أتمم ملء الجدول بما يناسب. إذن هنا المقدار الفيزيائي رمزه وحدته في النظام العالمي للوحدات، ثم رمزها يعني رمز الوحدة العالمية. إذن عندي هنا بي وعندي نيوتن. إذن بما أن عندي نيوتن هي وحدة اللي شفناها في المحور ديال الميكانيك، بمعنى أن المقدار المطلوب هو مقدار يعني يتواجد بمحور الميكانيك. إذن ما هو المقدار الذي نرمز له بالحرف بي ووحدته العالمية هي نيوتن؟ إذن هذا المقدار هو شدة الوزن، ثم الرمز ديال النيوتن هو ان ماجيسكيل. ثم المثال الثاني، إذن عندي الوات، إذن ما هو المقدار الذي نعبر عنه بالوات؟ إذن هذا المقدار هو القدرة الكهربائية، لا بويسونس إلكتريك. بماذا نرمز للقدرة الكهربائية؟ نرمز لها بالحرف بي، ثم الوات رمزه هو الحرف دبليو. آخر مثال عندنا الطاقة الكهربائية التي نرمز لها بالحرف او. ما هي وحدة الطاقة الكهربائية في النظام العالمي للوحدات؟ هي الجول التي نرمز لها بالحرف جي. إذن هذا السؤال على نقطة ونصف، عندي 0.25 لكل جواب صحيح. إذن هذا بالنسبة للتمرين الأول اللي فيه أسئلة ديال الاسترداد، استرداد المعارف. التمرين الثاني
الجزء الأول التمرين الثاني فيه جزء أول والجزء الثاني، الجزء الأول محور الميكانيك والجزء الثاني محور الكهرباء. هذا التمرين يعني على 9 ديال النقط. يمثل الشكل التالي جسما صلبا S كتلته M تساوي 500 غرام معلق بطرف نابض في حالة توازن. إذا عندي هذا الجسم S معلق بطرف نابض في النقطة A، هذا الجسم S يوجد في حالة توازن. نعطي كمعطيات شدة مجال التقالة جي تساوي 10 نيوتن على كيلوغرام. إذن السؤال الأول، أجرد القوى المطبقة على الجسم الصلب S. إذن لجرد القوى ما هي الخطوات التي نتبع؟ عملية جرد القوى تمر من المراحل التالية. أولا ينبغي تحديد المجموعة المدروسة، أي ذلك الجسم أو تلك الأجسام التي نريد أن نبحث عن القوى المطبقة عليها. ثم بعد ذلك نقوم بجرد القوى المطبقة على هذه المجموعة المدروسة. إذن في هذه الحالة الجسم الذي نريد أن نبحث عن القوى المطبقة عليه هو الجسم S، وبالتالي المجموعة المدروسة هي الجسم S. ثم لاحظوا بأن الجسم S يوجد في تماس مع النابض، وبالتالي فهو يخضع لتأثير النابض، وبالتالي القوة الأولى هي يعني F تأثير النابض. ثم دائما جميع الأجسام تخضع لوزنها، أي القوة عن بعد مطبقة من طرف الأرض اللي كنرمزها ب P متجهة. وبالتالي إذا جرد القوى لدينا المجموعة المدروسة الجسم S، يخضع الجسم S لقوتين F تأثير النابض و P وزن الجسم S. السؤال الموالي، صنف القوى المطبقة على الجسم S إلى قوى تماس وقوى عن بعد. إذن هذه أنواع القوى، كاين قوى التماس وقوى عن بعد. وبالنسبة لقوى التماس كاين قوة تماس مموضع وتماس موزع، أما بالنسبة للقوى عن بعد فهي دائما يعني قوى اللي هي موزعة. ألور بالنسبة لتصنيف هذه القوى، بالنسبة لتأثير النابض، تأثير النابض لاحظوا بأن النابض في تماس مع الجسم S، وبالتالي القوة F هي قوة تماس، في حين بالنسبة لوزن الجسم فهو دائما قوة عن بعد. وبالتالي أصناف القوى F تأثير النابض قوة تماس، P وزن الجسم قوة عن بعد. إذن هذا السؤال على نصف نقطة 0.25 لكل جواب صحيح. السؤال الموالي، السؤال رقم 3، بتطبيق شرطي التوازن استنتج F شدة القوة المطبقة من طرف النابض على الجسم S نقطة ونصف. إذن شروط توازن جسم خاضع لقوتين، هو يكون الجسم في حالة توازن تحت تأثير قوتين F1 متجهة و F2 متجهة. إذا كان لهاتين القوتين نفس خط التأثير، نفس الشدة ومنحيان متعاكسا، أو نكتب يعني شرط التوازن بالعلاقة التالية، يعني العلاقة التي تعبر عن شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين. نكتب يعني إذا أخذنا القوتين F1 متجهة و F2 متجهة، شرط التوازن هو F1 متجهة زائد F2 متجهة تساوي متجهة منعدمة. إذن هذا بالنسبة لشرط التوازن. إذا غادي نطبقوا شروط التوازن باش نحددوا شدة القوة F المطبقة من طرف الجسم S على النابض. إذن أولا كي نحدد شدة القوة التي يطبقها النابض على الجسم S، ينبغي أولا أن نحسب شدة وزن الجسم S. إذن لنحسب شدة وزن الجسم S، إذن لدينا كالعلاقة التي تمكن من حساب شدة وزن الجسم هي P تساوي M فوج G، بحيث M كتلة الجسم وج G شدة التقالة. إذن لدينا M كتلة الجسم S في المعطيات تساوي 500 غرام، إذن ينبغي تحويلها إلى الوحدة العالمية اللي هي الكيلوغرام، دونك غادي نقسموها على 1000. 500 غرام هي 0.5 كيلوغرام، وأعطينا شدة التقالة تساوي 10 نيوتن على كيلوغرام، دونك غادي نديرو تطبيق عددي، P تساوي M فوج G تساوي 0.5 كيلوغرام مضروبة في 10 نيوتن على كيلوغرام، وفي الأخير غادي نوجدو شدة الوزن تساوي 5 نيوتن. ولكن السؤال شنو مطلوب مني؟ نحسب شدة القوة. إذن أولا التعليل، بما أن الجسم S في توازن تحت تأثير قوتين، إذن حسب شرط التوازن القوتان F و P لهما نفس الشدة، وبالتالي F تساوي P تساوي 5 نيوتن. إذن شدة القوة F تساوي 5 نيوتن.
إذن هذا بالنسبة للسؤال رقم ثلاثة اللي هو على يعني نقطة ونصف. ثم السؤال الموالي: مثل القوة F باستعمال السلم 1 سنتيمتر 2.5 نيوتن. إذن لتمثيل القوة اعتمادا يعني ينبغي تحديد واحد السلم، تمثيل القوة كنعتمدوا، هذا هو الشكل تمثيل القوة، أو قبل كل شيء نعلم بأن لكل قوة مميزات، أربع مميزات، وهي نقطة التأثير، خط التأثير، المنحة والشدة. ثم القوة تمثل بمتجهة، بحيث أصل متجهة القوة هو نقطة تأثيرها، ثم خط تأثير متجهات القوة هو أو الاتجاه متجهات القوة هو خط تأثير هذه القوة، ثم منحة المتجهة هو منحة القوة. وبالنسبة للشدة والسلم، الشدة وطول المتجهة فهما مقدارا يتناسبان حسب سلم ينبغي احترامه. السلم يعني مثلا في هذه الحالة أخذنا كسلم 1 سنتيمتر 2.5 نيوتن، وعندنا شدة القوة F تساوي 5 نيوتن، يعني كل 2.5 نيوتن غادي نمثلوها بواحد سنتيمتر، يعني 5 نيوتن غادي نمثلوها بدو سنتيمتر، 2 سنتيمتر، يعني غادي يكون طول المتجهة 2 سنتيمتر. إذا عندنا نقطة التأثير هي النقطة A، لأن النابض في تماس مع الجسم S في النقطة A، خط التأثير هو المستقيم الرأسي المار من A، المنحة من A نحو الأعلى، ثم الطول المتجهة 2 سنتيمتر، وبالتالي كنحصلوا على هذا التمثيل اللي هو تمثيل القوة F. إذن هذا السؤال على نقطة. السؤال رقم 5: انفلت الجسم S من النابض فقطع المسافة D تساوي 1.25 متر خلال مدة نصف ثانية 0.5 ثانية. إذن المطلوب احسب السرعة المتوسطة للجسم S لقطع المسافة D. إذن كما نعلم فالسرعة المتوسطة للجسم متحرك تحسب بالعلاقة Vm تساوي D على T، أي خارج المسافة المقطوعة على المدة الزمنية المستغرقة. وحدة السرعة المتوسطة في النظام العالمي للوحدات هي المتر على الثانية، بحيث باش نوجد السرعة المتوسطة بالمتر على الثانية ينبغي التعبير عن المسافة بالمتر والمدة الزمنية بالثانية. ثم الوحدة العملية أو المتداولة للسرعة المتوسطة هي الكيلومتر على الساعة، باش نوجد السرعة المتوسطة بالكيلومتر على الساعة ينبغي التعبير عن المسافة بالكيلومتر والمدة الزمنية بالساعة. إذن في هذه الحالة لدينا المسافة 1.25 متر والمدة الزمنية بالثانية، بمعنى سنحسب السرعة المتوسطة بالوحدة العالمية اللي هي المتر على الثانية. إذن أولا نكتب التعبير الحرفي Vm تساوي D على T، ثم تطبيق عددي Vm تساوي 1.25 متر مقسومة على 0.5 ثانية، وفي الأخير كنوجدوا بأن السرعة المتوسطة Vm تساوي 2.5 متر على الثانية. إذن الجزء الثاني يعني الخاص بمحور الكهرباء يمثل الشكل أسفل مميزات موصل أومي، لا كاركتيريستيك دان كونديكتور أوميك. إذن مميزات الموصل الأومي هي مستقيم يمر من أصل المعلم أو دالة خطية، هي اللي ممتلة عندنا هنا باللون الأحمر. إذن كنحصلوا عليها بتمثيل تغيرات التوتر U بدلالة شدة التيار E. إذن عندنا شدة التيار E بالأمبير، وعندي التوتر U بالفولت. السؤال الأول: حدد شدة التيار الكهربائي E المار في الموصل الأومي عندما نطبق بين مربطيه توترا قيمته U تساوي 2 فولت. إذن باش نجاوب على هذا السؤال، إذن انطلاقا من المبيان، إذن نبحث عن القيمة U تساوي 2 فولت. إذن في محور الأراتيب يعني نمثل التوتر U، عندنا القيمة 2 فولت هي هذه قيمة 2 فولت. إذن ثم يعني كنديروا الإسقاط على المميزة هذه النقطة، ثم من بعد كنديروا الإسقاط على المحور ديال شدة التيار، وكنوجدوا القيمة 0.2 أمبير. إذا نرد البال للوحدات 0.2 أمبير، وبالتالي مبيانيا عندما يكون التوتر بين مربطي الموصل الأومي 2 فولت فإن شدة التيار تساوي 0.2
أمبير. إذن نجد أن شدة تيار إي المرة في الموصل الأمي عند تطبيق التوتر إي تساوي 2 فولت هي إي تساوي 0.2 أمبير. السؤال الثاني، حدد قيمة R مقاومة هذا الموصل الأمي انطلاقا من الميبيان. إذن باش نحدد قيمة المقاومة، أولا خصني التعبير الحرفي الذي سيمكنني من حساب قيمة المقاومة. حسب قانون أوم نعلم بأن التوتر إي يساوي جداء المقاومة R وشدة التيار إي. ثم يعني إي تساوي R فوا إي، وإلا بغيت المقاومة R هي إي على إي. R تساوي خارج قسمة التوتر على شدة التيار إي. بمعنى كمعطيات غادي نحتاج إلى التوتر إي وغادي نحتاج إلى شدة التيار إي. منين غادي ناخذ المعطيات؟ من الميبيان أو من المنحنى، وبالتالي نختار نقطة من المنحنى ونحدد إحداثيتها. مثلا هذه النقطة يعني ذات الإحداثيات 0.2 أمبير كشدة للتيار و 2 فولت كتوتر. ثم إذا كما قلنا العلاقة التي حسب قانون أوم إي تساوي R فوا إي، ومنه R تساوي إي على إي، ونديروا تطبيق عددي R تساوي 2 فولت مقسومة على 0.2 أمبير، فنجد R تساوي 10 أم هي قيمة مقاومة هذا الموصل الأمي. السؤال هذا على نقطة، دائما يعني كيكون التعابير الحرفية كتكون التعبير الحرفي عنده نصف نقطة والتطبيق العددي نصف نقطة. السؤال الموالي، السؤال رقم 3 الجزء الثاني، علما أن الموصل الأمي يتم تغذيته بتوتر U تساوي 4 فولت، يعني نطبق بين مربطي الموصل الأمي توتر قيمته 4 فولت، احسب بالوات ساعة الطاقة الكهربائية التي يستهلكها عند تشغيله لمدة ساعتين. إذن عندنا مدة اشتغال هذا الجهاز هي ساعتين، المطلوب هو حساب الطاقة الكهربائية التي يستهلكها خلال هذه المدة. إذن أولا نقوم بجرد المعطيات، ماذا لدينا كمعطيات؟ لدينا التوتر إي يساوي 4 فولت، ولدينا المدة الزمنية تي تساوي ساعتين. نعلم بأن الطاقة الكهربائية تحسب بالعلاقة إي تساوي إي فوا إي فوا فوا تي. منين جاتنا هذه العلاقة؟ لأن كنعرفوا بأن الطاقة الكهربائية نعبر عنها بالعلاقة التالية، نعبر عن الطاقة الكهربائية بالعلاقة E تساوي P فوا T، ونعلم بأن القدرة الكهربائية نعبر عنها بالعلاقة P تساوي U فوا E. يعني نعوض تعبير القدرة الكهربائية في تعبير الطاقة الكهربائية، فنجد E تساوي U مضروبة في E مضروبة في T. إذن هذا بالنسبة للتعبير ديال الطاقة الكهربائية. إذن لدينا كمعطيات، لدينا التوتر إي يساوي 4 فولت، ولدينا مدة اشتغال تي تساوي ساعتين. بالنسبة لشدة التيار فهي يعني غير موجودة في المعطيات، وبالتالي باش نطبق هذه العلاقة ونحسب الطاقة الكهربائية ينبغي أولا أن نحسب شدة التيار الكهربائي إي. إذن كيف نحسب شدة التيار الكهربائي؟ إذن حسب السؤال السابق عندنا قيمة المقاومة، بمعنى سنستغل قانون أوم. إذن ينبغي حساب شدة التيار المار في الموصل الأمي عند تطبيق التوتر إي يساوي 4 فولت. إذن لدينا حسب قانون أوم التوتر بين مربطي الموصل الأمي يساوي جداء المقاومة وشدة التيار، يعني إي تساوي R فوا إي. المطلوب هنا هو حساب شدة التيار، يعني العلاقة التي ستمكنني من حساب شدة التيار هي إي تساوي إي مقسومة على R خارج قسمة التوتر والمقاومة الكهربائية. إذن عندنا التوتر إي يساوي 4 فولت، ولدينا أيضا قيمة مقاومة الموصل الأمي تساوي 10 أم. تطبيق عددي نجد بأن شدة تيار إي تساوي 4 فولت مقسومة على 10 أم، وفي الأخير نجد بأن شدة تيار إي تساوي 0.4 أمبير. إذن لحد الآن فقط وجدنا التعبير ديال شدة التيار، يعني الآن ما بقاش عندي مشكل في المعطيات. لدينا إي 4 فولت، لدينا تي مدة الاشتغال ساعتين، ولدينا شدة التيار إي تساوي 0.4 أمبير. إذا نعود إلى تعبير الطاقة الكهربائية، يعني عند تشغيل الموصل الأمي لمدة ساعتين نعلم أن إي تساوي إي فوا تي فوا إي فوا فوا تي. إذا تطبيق عددي إي تساوي 4 فولت اللي هي قيمة ديال التوتر،
مضروبة في 0.4 أمبير اللي هي القيمة ديال شدة التيار اللي وجدناه هنا، القيمة ديال شدة التيار 0.4 أمبير مضروبة في تي 2 اللي هي مدة اشتغال الجهاز. إذا عندي التوتر بالفولت وشدة التيار بالأمبير ومدة الاشتغال بالساعة، بمعنى جميع المقادير الفيزيائية معبر عنها بوحدتها العالمية. يعني في الأخير سنجد الطاقة الكهربائية بوحدتها، يعني عفوا يعني عندي المدة هنا الساعة، يعني ماشي هي الوحدة العالمية. وبالتالي لاحظوا بأن عندي 4 فولت مضروبة في 0.4 أمبير، هنا غادي تعطيني القدرة الكهربائية بالوات، وعندي مدة الاشتغال اللي هي ساعتين، يعني الوحدة العملية ديال المدة الزمنية. وبالتالي سنجد تعبير الطاقة الكهربائية هنا بالوات ساعة وليس الجول، وفي الأخير نجد بأن E تساوي 3.2 وات ساعة. إذن هذا التعبير ديال الطاقة الكهربائية، E تساوي 3.2 وات ساعة. إلا بغيت الطاقة الكهربائية بالجول، هنا في السؤال يعني غير مطلوب مني نحسبها بالجول، إلا بغينا نحددوها بالجول هذه المدة الزمنية نحولها إلى الثانية، يعني غادي ندير جوج في 3600، لأن واحد ساعة هي 3600 ثانية، يعني غادي نضربها في 3600 باش غادي تكون التوتر بالوحدة العالمية، الشدة بالوحدة العالمية، والمدة بالوحدة العالمية، وفي الأخير نوجد الطاقة بالوحدة العالمية اللي هي الجول. ولكن في هذه الحالة عندي المدة بالساعة، يعني سنجد الطاقة الكهربائية بالوات ساعة. إذن هذا بالنسبة للجزء الثاني. التمرين الثالث اللي هو عبارة عن وضعية مشكلة، أرادت فاطمة تشغيل أجهزة كهربائية بصفة عادية في تركيب منزلي يتضمن فاصلا مضبوطا على شدة التيار الكهربائي 15 أمبير وتوتره الفعال 220 فولت. إذن كل تركيب منزلي فله شدة التيار يعني قصوية لا ينبغي تجاوزها بالنسبة لهذا التركيب المنزلي، فعداده مضبوط على القيمة 15 أمبير وتوتره الفعال يساوي 220 فولت. إذن المعطيات، المقادير الإسمية للأجهزة الكهربائية المراد تشغيلها، يعني الأجهزة التي تريد فاطمة أن تشغلها، هي مصباح كهربائي يحمل الإشارتان 120 واط 220 فولت، مكوات مسجل عليها القيمتان 1200 واط 220 فولت، ثم فرن يحمل إشارتان 2.2 كيلو واط 220 فولت. إذن بالنسبة للإشارات التي تسجل على الأجهزة الكهربائية فهي تمثل ما يسمى بالمقادير الإسمية. مثلا بالنسبة للمصباح 120 واط فهي تمثل قدرته الإسمية، و 220 فولت فهي تمثل توتره الإسمي. ما هي المميزات الإسمية لجهاز كهربائي؟ هي المميزات التي يشتغل بها الجهاز بصفة عادية. إذن الصانع فهو يضع هذه المميزات الإسمية على كل جهاز كهربائي كي يعطينا فكرة على كيفية تشغيل الجهاز بصفة عادية، وبالتالي تفادي إتلاف هذا الجهاز. إذن السؤال الأول، حدد الجهاز الكهربائي الذي يستهلك طاقة كهربائية أكبر عند تشغيل الأجهزة السابقة لنفس المدة الزمنية. يعني فاطمة ستشغل مثلا المصباح والمكوات والفرن لنفس المدة الزمنية، أي هذه الأجهزة سيستهلك طاقة كهربائية أكبر؟ إذن الجهاز الذي يستهلك طاقة كهربائية أكبر هو الفرن. لماذا الفرن؟ لأن قدرته الإسمية هي 2.2 كيلو وات 2200 وات، أكبر من القدرتين الإسميتين لكل من المصباح والمكوات. إذن هنا باش نديروا المقارنة ينبغي أن نعبر عن القدرات الإسمية بنفس الوحدة. عندي المصباح القدرة الإسمية 120 وات، يعني الوحدة الوات، المكوات 1200 وات، الوحدة هي الوات، الفرن عندي 2.2 كيلو وات، يعني هنا نعبر عن القدرة المستهلكة من طرف الفرن بالكيلو وات، وبالتالي ينبغي تحويلها إلى الوات باش يعني تكون واحد المقارنة اللي هي صحيحة، لأن 2.2 كيلو وات هي 2200 وات، لأن 1 كيلو وات هي 1000 وات، يعني التحويل غادي نضرب في العدد 1000، وبالتالي إذن الإجابة هنا هذا الجهاز هو الفرن. إذن هذا السؤال على نقطة. السؤال الثاني، التمرين الأخير، هل يمكن لفاطمة تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية السابقة في نفس الوقت؟ إذن ملي كنطرحوا السؤال ديال إمكانية تشغيل أجهزة كهربائية في نفس الوقت، فهنا نتحدث عن يعني في الإمكانية ديال تفادي انقطاع التيار الكهربائي تلقائيا عن التركيب المنزلي، بحيث أي تركيب منزلي له قدرة قصوية ينبغي عدم
تجاوزها. في حال تجاوزها فالفاصل يقطع يعني آنيا التيار الكهربائي عن التركيب المنزلي، وبالتالي لمعرفة هل يمكن لفاطمة تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية في نفس الوقت أم لا، ينبغي أن نحسب القدرة الكلية المستهلكة من طرف هذه الأجهزة، وأيضا القدرة القصوية المحددة لهذا التركيب المنزلي، ثم مقارنتها. إذن أولا نحسب القدرة القصوية المسموح بها في هذا التركيب المنزلي بماكس. إذن أولا لدينا العلاقة التي تمكن من حساب القدرة القصوية هي بي ماكس تساوي اي مضروبة في اي ماكس اللي هي 220 فولت مضروبة في 15 امبير، اي بي ماكس تساوي 3300 واط. اذا هنا غادي نوجدوا بان بي ماكس تساوي 3300 واط، يعني هذا المنزل القدرة القصوية المحددة له التي ينبغي عدم تجاوزها هي 3300 واط. ثم نحسب القدرة الكلية بي توتال المستهلكة بي تي المستهلكة عند تشغيل هذه الأجهزة في آن واحد. هذه الأجهزة كما قلنا سابقا هي المصباح الفرن والميكروويف. اذا بي تي تساوي بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3. دونك التطبيق عددي هي 120 واط القدره المستهلكه من طرف المصباح، زائد 2200 واط القدره المستهلكه من طرف الفرن، زائد 1200 واط القدره المستهلكه من طرف الميكروويف، وفي الاخير نجد بان بي توتال تساوي 3520 واط. اذا غادي نديروا مقارنه ديال بي توتال مع بي ماكس. اذا نلاحظ بان بي توتال القدرة الكلية أكبر من القدرة القصوية، إذن نلاحظ أن بي تي أكبر من بي ماكس، وهذا يعني أنه لا يمكن لفاطمة تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية السابقة في نفس الوقت. إذن هذا يعني فيما يخص هذا النموذج ديال هذا الامتحان. إذن نشكركم على حسن المتابعة.